مش معقولة، خلصنا كارديو نزلت كيلو ونص ب 25 دقيقة، فهلا بدي آكل براند. نايس 96.6 هيدا عالريق. هولي كل أنواع الخضرة على البروكولي. وهلأ بدنا نعمل الأوتس. هيدا 200 جرام. الرويقة ولا أروع. والبينات باتر الفورن، البينات باتر سوبر سوبر تايم. نعمل شوي شو قبل الترويقة. وهلا خلصنا كل شيء، صار لازم ندور وننزل على المحل. يلا بنشوفكم لما ننزل على المحل. واليوم تسكير كورونا، زهقونا هنا كورونا، ما بنشوف شو رح نعمل هلا. سيو بالمحل. وهلا وصلنا على المحل. هيدا محلي حبيب قلبي، هيدا رزقي. يعني في ناس بتقلي ليش المحل صغير، ليش المحل مش اخده بمدروان، يعني تكون واو شيء كتير قوي. الحمد لله على كل شيء. لازم نقول الوجبة الثالثة الحيدة هي الخلطة السحرية الأساسية. خلص مش الحال، مش الحال. كل سكوب بروتين مع ثلاثة كوستريك. مرة فرجيت أنا شو بتعمل هو شو بتعمل غدا، وهلا قبل التمرين هيدا كمان فرجيناكم شو هي الواي بروتين. يعني اجمالا هيدا هو اللي عم يشربونه ايزوليت. واليوم عم نعذب معنا بول، عم بيسوي هلا بنعرفكم عليه لبولو. بلا يا بول، الخلطات اللي دايما بنفرجيكم عليها ونطلع على الجيم. هذا بسيئة طبعا، في البري وورك بتاعه. شو البرو. بس انا حبيت اعرفكم على بول، لانه هو كان عم بيصورنا. هيدا هو بولو. بول فرجينا وحده بايسبس من عندك، وحده بايسبس على الخفيف. طيب خلص يلا هنخلص ونشوف. وصلنا على الجيم، بدنا نكسر النادي اليوم. احلى تمرينه مع الشباب. هلا بعطيه شوية كمان.
We'll be right back.